أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز حجز المكان في الحرم قرب الإمام قبل الصلاة بوقت كثير، أو وضع شيء يدل على الحجز وعدم إعطاء الفرصة لغيره من المسلمين؟ يرجى توجيه نصيحة بهذا الخصوص. الحجز في المساجد سواء في الحرم أو غيره لا يجوز إلا لمن كان في المسجد. من كان في المسجد يجوز له أن يحجز مكانا له في الصف الأول لأنه موجود في المسجد، ويتأخر إما لجلوس أو راحة في ناحية المسجد وهو قريب ويأتي لمكانه، أو عرضت له حاجة وخرج من أجلها وسيعود قريبا فله أن يحجز لأنه في حكم الموجود في المسجد. أما اللي يحجز ويروح لأشغاله ويروح لأموره وينام ثم إذا جاءت الصلاة جاء وقال أنا حاجز لي مكان، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ويجب رفع هذا الحجز وإبعاده ونصيحة هذا الإنسان من هذا العمل. ما يجوز الحجز إلا لمن كان في المسجد أو خرج لحاجة ويعود قريبا إلى مكانه، لا بأس بذلك.